فهذه بعض يعني بشكل عام بعض الكتابات التي نجدها في المساجد أو في جدران المساجد. نعم جيد الأستاذ محمد. أقدم موقف أو حادثة أو قضية وجدتها مدونة على الجدران؟ نعم، بالنسبة لأقدم كتابة حصلت عليها هي تؤرخ لتاريخ دخول النيروز، ووجدت هذه الكتابة في مسجد يسمى العق، وهو مسجد صغير متواضع وبه سارية واحدة بها كتابات مليئة بالكتابات، وكانت يعني غير ظاهرة الكتابات، كانت كامل يعني تعاقبت عليها الترميمات أو الضرب عليها بالصاروج، ثم بعد ذلك تبين لي بأن فيها كتابات. طبعا المسجد هذا مهجور في أي ولاية؟ وفي ولاية إزكي بقرية إمطي، هي أقدم كتابة في هذا المسجد تعود لسنة 500 هجرية، وكذلك هناك تدوين آخر فيه 502 هجري القرن السادس. نعم، في القرن بداية القرن السادس، ونجد الكتابات القديمة في جامع بهلة، وأكثر الجوامع التي به كتابات وتعود إلى حقب أو قرون متقدمة سابقة في جامع بهلة. هناك كتابات معنا من القرن السادس ومن القرن السابع والقرن الثامن مرسولة في جامع بهلة، وجامع بهلة يمثل يعني في نظري مدونة تاريخية، ويمثل عبارة عن سجل حافل بالأحداث التاريخية، بل الجدران بأكملها من أعلاها إلى أسفلها كله كتابات، والسوار الموجودة في جامع بهلة القديم كذلك من أوله إلى آخر نجد السارية من أعلاها إلى أسفلها نجد كلها كتابات مختلفة ومتنوعة، بل يتميز جامع بهلة بوجود كتابات عن سلاطين النباهنة أكثر من سلطان، وربما نقوم بعرض بعض الشواهد عن سلاطين النباهنة وبعض الشخصيات العلمية موجودة في جامع بهلة، وهذه إضافة تاريخية خاصة أن الفترة أو حقبة النباهنة فيها كثير من الغموض وعدم الوضوح في كثير من قضاياها وكثير من تفاصيل حكامها، فنجد بعض هذه المدونات الموجودة في هذا الجامع تؤرخ لهذا. طبعا من في هذا الجامع في جامع بهلة تحديدا يعني تعاقبت ترميمات مختلفة عبر القرون صيانة المسجد وحفاظا عليه، فهناك أكثر من طبقة بالصاروج تم ماذا ترميم المسجد، تعاقبت عليه ترميمات. فمن العجائب هذا الجامع أن كل ما أزلت ترميم تأتي كتابة خلف ذلك الترميم، وكلما أزلت ترميم أتت كتابة خلف ذلك الترميم. هل يعطي هذا الجامع حقه من العناية لكونه يمثل هذا الكنز التاريخي؟ نعم، من حيث ترميم هذا الجامع تم ترميمه والمحافظة عليه، وكذلك وضع يعني عناية بالكتاب الموجود فيه زجاج، والمحافظة على الآثار التي عثر عليها في هذا الجامع.